تجار ومهنيين ديال السوق الرحمه اللي مشاو عندنا لسوق الحاد ديال العرايش، سوق النموذجي. اليوم ما كنصادفوا معنا السائب الى العروسي باش نناقشوا مع بعض المواضيع ونوقفوا على التوقيت ديال الاغلاق. مرحبا بك السائب الى. سيدي السلام عليكم وشكرا على الاستضافه. وحنا بالنسبه لنا حنا قايمين على قدم وساق بالنسبه للاغلاق، وبالنسبه كاملنا دابا حنا حاليا 4:30، يعني 5 خصو تكون بلج. كاين اكراهات صراحه الله، لان ملي كتولي هاد الساعه ديال 5:30 كتولي بالجري بزاف، 4:30 خصها بالجري. كاينين مشاكل، كاينين بزاف ديال الامور. حنا ما جيناش غير الاغلاق وغادي نوقفوا، لان كاين بزاف ديال من دول الاغلاق، كاين مشاكل كبيره بزاف. وبالنسبه للاغلاق حنا بالنسبه لنا بالنسبه لل 5:30 ولا الخمسه بحال، ولكن كاينين الناس اللي متضررين حتى منا هنايا، ولكن الناس المدينه لان عندهم الضرائب، عندهم بزاف ديال الاكراهات، اضعف الايمان كيخصهم يخلوهم من 10:30 ل 11، كتكون واحد المفارقه الاخر. حنا بالنسبه للسواق مغلوفين، يعني فوسط الاخر هكاك الخامسه كل شيء كيكون بلش. ولكن بالنسبه للمدينه صعيب، بالنسبه للاحياء الشعبيه ولا بالنسبه للمدينه. نعم سي العروسي، هذا السوق الحد ديالكم دابا السوق الحد الان منطقة كما قلت التوقيت ديال الخمسة، ولكن واش عندكم شي اكراهات يعني شي مشاكل ابار يعني بعد التوقيت ديال الخمسة انتم ملتزمين به، ولكن كاين شي مشاكل اخرى؟ كاينين مشاكل كبيرة وبزاف. نعم اولا من بينهم اولا كاين الاكسيدات. نعم لان يعني دابا شوف حنا هادشي كامل، هاد القضية ديال 5:30 والقضية ديال الافتتاح والقضية كذا، علاش عملنا هادشي كامل؟ على انتشار الوباء. ولكن حنا بالنسبه ملي تشوف السوق انت كاينه انتشار، ماشي انتشار الوباء خصو يكون، راه مصيبه، راه الاكسيدات اللي كاينه لما كاين ما كاينش الا خويا هكاك. وعاد كتشوف كاين الازبال، راه واخا هادشي كيتنظف كاين الازبال. واش انتم دابا كتسمى مصنفين بحال البلاصه ولا لا؟ احنا بالنسبه للقوانين كنتصنفوا بحال البلاصه، ولكن من خارج القوانين كنتصنفوا بحال، لان باقينا عندنا السوق عشوائي. نعم لان حاجه اللي كتشوف شوف اللي تشوف هكا، لان كتشوف السوق باقي عشوائي بحال عشوائي، باقي مي بان الكراس باقي مربوطين بالخشب بالبلعه ديال الخناشي مربوطين كذا، راه حنا باقي في بحال بحال العشوائي. نعم غير قضيه الازمنه اللي قلت يا السيد الروسي، هي دابا انتم كما قلنا دابا انتم مصرفين بحال بلاصه، كتخلصوا الكرا الضرائب كل شيء عندكم. كنخلصوا الكرا وتخلص الضرائب وكتخلص كل شيء. نعم. ولكن حنا مصنفين تصنيف ديال البلاصه، ولكن الامتيازات ما عندناش بحال البلاصه. بلاصه عندهم المنظف ديالهم اللي كيجي سيه، وعندهم الشطابه اللي كتشطب، وعندهم الزبل اللي كيتهز بالزبل. حنا لا، حنا هنا كنا كنساهموا، يعني حنا كنساهموا، وهادو دابا هاد الناس اللي عايشوا يشطبوا لنا هادشي هذا، حنا كنخلصوه من جيبنا. يعني بلاصه، يعني كنقولوا بلاصه موفره البلديه الخدامه ديالك، موفره المسائل ديالهم. حنا لا، حنا هنا بالنسبه لنا السوق ما موفرين لنا شي شطاب، وما موفرين لنا شي العسه. الامن، لان قضيه الامن، وبالاخص لان كاينه واحد الظاهره اللي ولات صعيبه وصعيبه بزاف، وهذا هو الاشكال الوحيد اللي حنايا كنطيحوا فيه، وعلى اننا ما كنبغيش حنا ما كنقدروش نهضروا بزاف، لان ولات كاينه عصابات، لان ماشي شفر واحد كيجيو اربعه، لانك انت لا مشيتي تهضرتي مع مول الطوموبيل تقول له راه الطوموبيل ديالك تسرق، غيشرطك واحد اخر. لان حنا عندنا هذا المشكل هذا، هنا دابا حنا عندنا هنا 70% كان عندنا اقتصاد هنا في السوق الاحد، كانوا كيعملوا لنا 70% تقريبا في النهار. دابا حاليا الناس كيعاودوا البلاصه، وكان اللي كيمشي لجنه فرنسيس وما يعمرلكش السوق هنا بالنسبه للسوق هنا. علاش؟ لان كيقول لك انا شوف تما كاين الام، والمهم ما كنسرقوش بحال اللي كنسرقوا هنا، الطوموبيلات ما كيتخوروش، لان الطوموبيلات كلهم كيتصفروا، كاين الجيش كيتهرس، ولكن حتى شي واحد لا يحرك السكينه. لان عملنا شكايات الاولانيه والشكايات الثانيه والشكايات من 2006 و2008، ولكن ما كاينه شي اذان صاغيه اللي تنادي الاخرى. لان ملي كتسول، حيت حنا كنا جلسنا حتى مع الرئيس الام، قال لك بانه ما عندهمش ليفيكسيف كافيين. حنا كنتمنى دابا حاليا دابا كاين واحد شويه على ان كاين الامن دخل بالنسبه للعرايش، وحنا كنتمنى هاد الامن هادو يخرجوا مشوش على الصعيد التراب الوطني شويه،
على طار المدينه يجيو مثلا الوفاء يطلعوا شعبان يطلعوا كذا باش تخفف شويه الجريمة ما كتخفف. وفعلا كاينه واحد الالتماس واحد القضيه، ولكن بالنسبه للسوق الاحد هذا السوق النموذجي الا ما توفرتش فيه الامن وتفرش فيه شروط السلامه الصحيه فعلى ما لاننا حنا غير كنخربوا. نعم حنا هذا هو المشكل اللي كنهضروا عليه وكنقولوا دائما على ان خصنا الامن وخصنا النظافه وخصنا شروط الصحه شروط الصحه. وكما قلت السي روسي هذه فضيلتي ان ما كاينش كاين العشوائيه وما كاينش التنظيم، واش هذا الشيء كتحملها واش كتحملها الجمعيه ديالكم او كتحملها السلطه؟ اولا شوف انا غادي نكون معك واضح واضح وصريح في هذه المساله هذه. اولا كتحملها كيتحملوها السلطه هي اللي كتحملها حيت السلطه هي اللي عملت العشوائيه هنا. اسمع لان السلطه هي اللي عملت العشوائيه. دابا بالنسبه للوم من عملوا العشوائيه وخلاوه شنو عملوا؟ سلموه للبلديه باش البلديه تغطي لهم على داك الشيء العشوائيه اللي داروا. لان شوف غنكونوا حنا واضحين في هذه المساله هذه، انا نهضر معك بواحد الصراحه وواحد الاخر، لان السوق هذا كامل مشى بالعشوائيه ومشى بالمحسوبيه وعملوا الزبونيه وكاين واحد الشويش من تحت الطاولات. نعم. والنقطة أخرى السي العروسي هي كما قلنا دابا في هذه القضية ديال العشوائية، هاد الناس اللي فاشل داخلوا السوق واش عندهم المحلات ديالهم أو لا؟ ما عندهمش المحلات، هذا هو الإشكال. كاين اللي كان عنده المحل وجاه مقنط تسمح فيه ودخل داخل. نعم. ولكن ما يمكنش، لأن حتى هذوك الناس اللي داخل تاهما مضرين. لان حتى الا كنت انت تعتمد الطابله وعجلس انت لداخل، لان حتى الناس ما يدخلوا يدخلوا عندك مباشره، واحد اخر فك هو ما يمشي يمشي عنده، يعني حتى هذا كيتسمى اجحاف في حق الاخر. حتى هذه كنشوفوا حنا كاين اصحاب الخضره واصحاب الفروطه عندهم الجوانب ديالهم كيفاش يشوفوا الارض، يعني هذيك كيفاش غادي يخلصوا شي حاجه. ما كيخلصوش. شوف هذا الشيء هذا اللي كيقول لك حنا العشوائيه موجوده، شغل لك انا هذا ماشي سوق نموذجي. حيت حنا ملي كنوصلوا للسوق النموذجي كيخص يكون كل واحد في الحانوت ديالو، كل واحد المسائل ديالو، وبالنسبه للشارع خصو يكون خاوي والمساحات تكون فارغه، كاين الاكسيدات. حنا هاد القضيه هادي باش نقولوا حنا السوق العشوائيه مازال كاينه. نعم. والقضيه ديال كما قلت السي العروسي القضيه ديال المحلات، كيفاش كملتوا مع البلديه؟ كنسمعوا بان كانوا الكراوات غاليه وكان بزاف الاخوان ما بغاوش يشوفوا المحلات، فقاعده ولا؟ لان شوف دابا حاليا كلشي شاد المحلات كما كانوا غاليين ولا كانوا رخاصين. لان حنا كنا اولا كنخلصوا سنويا، دابا حاليا عملوا لنا شهريا، وفعلا كاينه الغلا. لان حنا بالنسبه لنا هنا البيع راه حنا ما كنبيعوش شي كذا، لا خلصوا 1000 درهم في الشهر. نعم راه الشغل راه قاصح. وحنا بالنسبه لنا كنا كنتمناو على ان سيدنا اعطى الشعب عطاه بالاخر هكاك، وكنا كنتمناو حنا من البلديه عاد عاد الايمان تنقص لنا واحد شويه في الكرة. ولكن قال لك هما بالنسبه لهم ما يمكنش ينقصوا لك الكرة لانه ما كيتسمى عطاوه في المحل باطل. لا ماشي باطل، يعني الثمن غالي بزاف. لا غالي بزاف عندنا بالنسبه للاخر، عندنا غلا. لان حيت علاش؟ دابا حنا بالنسبه لنا عملوا لنا لجنه تقنيه فيها العماله وفيها البلديه وعملوا جاو قلبوا وعملوا المساحات عبروا المساحات وعملوا عليه الكرة. عملوا كيما كتسميو حنا لجنه التقييم. كيما تسميو لجنه التقييم يعني غادي كيكونوا محلات تجاريه بحال نقولوا الملابس ولا شي حاجه، ما كتقدرها ما عندهم. شوف علاش قلت لك انا كاينه، شوف علاش قلت لك انا ما كانتش واحد النظره في الاولى، ما كانتش واحد النظره استراتيجيه. حيت حنا بالنسبه لنا انا كنت اولا انا كنت رئيس الجمعيه سابقا، وكنا كنقولوا هذا الشيء هذا راه هذا الشيء ما يخدمش، وهذا الشيء هذا راه كاين العشوائيه في البنين وكاين العشوائيه في التنظيم داخل السوق. قال لك لا السي خصنا نكونوا حنا عندنا البنيه الافقي. قلت له حنا بالنسبه للعرايش ما يمكنش تعمل البنيه الافقيه وحنا ما عندناش الشروط، انت غتعمل الدروج ما عندكش الصندوق الاخر هكاك، كتعمل بنادم يطلع الصندوق على كتابه حتى الفوق، وبنادم يهود ب 20 كيلو 30 كيلو الخضره ولا 20 كيلو السكر يهود بها من الفوق يهود بها من تحت. لو عندنا شي بان عندكم هنا جوج طبقات وكنشوفوا بان كاين داروا يعني جوج طبقات داروا المحلات المالية الدجاج ولا المالية الحر هذا الشيء بدون كاين واد الحر واقيلا لا المسألة ديال شوف هذه المسألة ديال واد الحر ما كايناش. دابا حاليا حنا بالنسبة لنا شدينا الحوانت كاملين عاد حفرنا وصغرنا الواد الحر، يعني ما كاينش فيه هنا واد الحر، لان هذا هو الاشكال اللي قلت لك انا واحد النظره
ما كاينش شي واحد المدرسة استراتيجية. ولكن كنت دارت شوف فيا شوف اللجنة أنا كنخبى عليها شوف أنت هنا لجنة وأنا لجنة أنت كتخبى عليا وأنا كنخبى علي راه هذا يوريك شحال يقول لك حنا المفهوم المفهوم ديال السلطات المحاسبة المراقبة ما كايناش حتى كانت عندنا المسؤولية ديال المحاسبة شنو عملتي شنو تخلص وشنو عملتي شنو تأدي ترى حنا كنا مش مزيانين بما أن هذا الشيء هذا ما فيه شيء فيه المحسوبية والزبونية متعمد داكشي اللي كاين وحنا كنغطيو عليك سالي ناضي يعني دابا الطبق العلوي ديال السوق ما خدمش لا باغي ما خدمش طبعا بشوف ما يعملوا فيه المهم كيعملوا فيه باغيين يعملوا الهيكله ويعملوا فيه الملابس ويعملوا فيه مثلا شي حاجه ديال التليفونات ولا يعملوا فيه شي كذا ولكن واش غيخدم ولا ما يخدمش دابا المهم هما الافكار اللي كيفكروا بها انهم خصهم يخدموا وخصهم يصرفوا ولكن باش واش غتفكروا بهذه المساله هذه لان خصو اولا خصو تكون عنده واحد البنيه ديالو خاصه الدروج ديالو خاص ما يكونش على السوق خصهم يكونوا الدروج ديالهم على برا الا كنتي عندك الدروج ديالك على برا وباغي تصرف هذا الشيء هذا حنا متفقين اما باش تقول لي تدخل السوق وهذا طلع الفوقاني ما كاينش هاد القضيه لان خصك تكون عندك البنيه دائما الفوق بوحده باش تخدم لك الحاجه لان دائما خصك تكون عندك الاخرى بحال القسريات تدخل القسريه وتدخل حتى السوق وعاد طلع القسري ما يمكنش هذا هو الاشكال اللي كاينين كما يعني كيقولوا كما الدجاج ولا مي اللحم زين في المشكل ديال الوضع الحار مع القضيه الماء ديال باش كتوصلوا لك شي دابا حنا المهم عندنا حنا كنجيبوا الماء من كان عندنا الماء ديال السبيله ديال البلديه اللي كنسخوا منها لان ما عندناش باش لان ما يمكنش باش دخل دابا بالنسبه غير الضوء دخل الضوء 4000 درهم الاخر هكا وحنا كان عندنا اصلا في الاول كان عندنا الضوء مشى لك ديك الميزانيه عاوتاني جيب اجي تصغر الميزانيه جي زاد 4000 درهم هذا الشيء راه زعما شوف انا قلت لك حنا خدموا علينا اشحاف كبير وبزاف يعني كنخصموا بالنسبه لنا الحوانت هادو حنا كنخصنا ندخلوا عليهم مجهزين من الماء والضوء والوضع حار ديالو كيخصهم يكونوا مجهزين كتدخل مباشرة الخدمة عندك الكونتور ديالك عندك المسائل ديالك كتخدم المسائل ديالك ما يمكنش انا ندخل الضوء والماء وانا مثلا 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 مستغل كاري نعم ما يمكنش تخلص 4000 درهم 4000 درهم 8000 درهم انت كتخلص انا 1000 درهم ديال الكرا مثلا قاصح بزاف وحسب علاش انا بغيت واحد الحق مع الولاية كنقول ان مثلا في البرطاج كنشوفو في الخمسة كاين ناس ما ينتجوا ما ينتزر كيبقوا باش حتى 11 درهم حتى 300 درهم يقولوا برا الشركة شوف كاينه شي وحدين ماشي شوف كاينين بعض الانفلاتات حنا كنقولوا دائما كاين هناك انفلاتات حنا ما كنقولوش راه كلشي كنقولوا اللهم امين راه كاين انفلاتات كاينه شي واحد كيبقى واحد جوج السوايه على ساعه كيهبط الريكدو كيبقى جالس حتى شي واحد كيفاش ممكن له الدجاج عنده مجموع بصغر ناضي كيعطيه له نعم المساله هذه ما كنناقشوش فيها كاينه ولكن الحمد لله دابا واخا هذاك شويه المهم الخمسه كلشي ما كيسود لان حيت في الاول كانت القضيه هذه في الاول هي من كانوا عاملين حنايا مثلا الوحده هي اللي كانت صعيبه نعم الحمد لله شويه دابا خمسه الحمد لله مرغم عندك كتشوف دابا الدنيا هي كتسود ما كاين حتى واحد اصلا من اصلا السوق اخوا يعني خاوي ما كاين حتى شي واحد اللي كيجي الاخر في حد وشي رسالات تجاز سي عروسين حضرات السوق ديال الولايا حنا كنتمناو من شوف حنا كنتمناو من الاخوان كاملين بهم خصهم يلتزموا خاص كل واحد يلتزم بالمحل ديالو ولكن كنتمناو من السلطه تلتزم على ان البيع على الباع المتجولين خصها تحارب الباع المتجولين لان الا كانت السلطه غتحارب الباع المتجولين هاد الناس اللي في السوق غيبقاو جالسين في السوق ودابا انت كتشوف حاليا هذه تقريبا حتى من شهر وما كايناش الباع كيجيو كلهم كيجلسوا في بلاصتهم ولكن ملي كتولي انفلاتات كلهم كيولي خارجين لان حيت حنا شوف هاني كنقول لك انا حنا دابا بالنسبه لنا راه ماشي حنا كنقولوا غير ان السلطه هي اللي ما عملتش الشغل حتى المواطن ما كيمشي بالشغل ديالو حتى كنا متعاونين كاملين بينا وكنعرفوا شنو انت عليك وشنو عليا حتى حنا نتعاونوا كاملين بينا والسلطه كتعمل الشغل ديالها حنا نعملوا الشغل ديالنا ونخليو الشارع خاو انت كتبغي تمشي للمحل ديالك ولا كتبغي تمشي للمحل ديالنا لان كيجيو شي وحدين يعني كما قولوا بالراجل كيخرجوا هنا باش الاخوان كيخرجوا برا بطبيعه الحال حنا كنقول لك شوف شوف راه كنشوف شوف راه كيجيو الناس من البلاصه كاين اللي كيجي من جنان باشا كل واحد من كيجي لان هذا الشيء هذا راه فيه العشوائيه والعشوائيه كثير وكثير بزاف ماشي زعما لان باش تستغرب هذا الشيء هذا راه كيخصك واحد المحاربه وخصك واحد الجهد خصك واحد الجهد كثير 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 كبير كبير بزاف باش يمكن نصاغبوا هذا الشيء كامل
ايوا شكرا سي لاسي. وحنا كنشكروك كنشكروا الجريده بدا عنفو واحد الشكر جزيل، وكنعرفوا بانكم نتوما شحال نتوما كتواكبوا معنا هذا الموقف ديال السوق وبزاف المرات، وكنشكركم وكنشكركم جزيل الشكر، وشكرا جزيلا وشكرا جزيلا للمتتبعين كاملين بهم. شكرا شكرا سي لاسي. شكرا يلا بشويه. كنا معكم لاراش اون فو، كنا اليوم درنا حلقه خاصه على السوق الحاد اللي هو سوق الرحمه، اللي رصدنا معكم مدى يعني التزام ديال التجار ديال تسعد الاغلاق، وكل شيء كيبان الاخوان كيشدوا ان شاء الله. نعم اخويا انت يعني نعم لكم الاغلاق ديال الساعه ديال السوق الحاد اللي هو الان الساعة الخامسة، كلشي كيشد في هاد الساعة هادي، ولكن كما قالوا الإخوان كاين الناس كتفرج في الشارع. نعم هاد اللي كيفرشوا في برا، اللي كيديروا جاو الناس ديال السوق يخرجوا يفرشوا في الشارع. وحسب اللي كنشوفوا أن جميع التجار والمهنيين هاد السوق الحاد جميع يعني سوق الرحمة ملتزمين بالتوقيت ديال الإغلاق الساعة الخامسة، رغم الإكراهات اللي كيتعرضوا ليها أن كيجيو الناس كيفرشوا في الشارع هنايا، هما اللي كيخليو هاد الأزبال ديالهم في الأرض. هاد اللي كيفرشو هنا في الشارع هما اللي كيجعلو الناس ديال السوق يخرجوا برا، اللي أنا كما قال الأخ معنا الناس كيكون عندهم التزامات ديال الكرا ديالهم في المحلات وكيصدقوا يخرجوا لبرا.